مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى كردستان سوريا، ومن هناك ينضم إلينا مراسلنا أختين أسعد، والذي سيتحدث لنا عن القصف التركي على كوباني وسقوط ضحية وإصابة عدد آخر بجروح. نعم أختين، مساء الخير، ضعنا في الصورة. نعم، نعم زملائي في استديوهات أربيل لزاغروس تي في، تحية طيبة لكم ولمشاهدي زاغروس تي في. اليوم الحمد لله أنعم الله على معظم مدن وبلدات كردستان سوريا بنعمة الهطولات المطرية الحمد لله، ولكن إحاطة الإخبارية تدور حول أمر آخر وهو أمر مؤسف يعني للأسف. مدينة كوباني على مدى اليومين الماضيين تعرضت لقصف بالطائرات المسيرة وبالمدفعية. أول أمس كان هناك تركيز على قصف قرية معينة في محيط كوباني، أدى هذا القصف إلى جرح 11 مدنيا بينهم طفل بترت ساقه، وأصبح حديثا للسوشيال ميديا وحديث للشارع الكردستاني هذا الطفل عبد حنيفي بالضبط. وأيضا كان هناك استشهاد مدني جراء هذا القصف. أيضا أمس أيضا تكررت العملية مرة أخرى لتعاود القوات التركية بقصف مراكز في بلدة في مدينة كوباني ومحيطها، ولكن ليست لدينا إلى الآن معلومات دقيقة حول الضحايا والخسائر المدنيين. يبدو أن الأمور تتجه إلى التصعيد مرة أخرى في كوباني على الحدود بين كوباني وتركيا، وهذا التصعيد قد يشمل باقي مدن وبلدات كردستان سوريا إذا ما استمرت الدولة التركية في يعني تخطيها للحدود السلام وحدود الاتفاقيات المبرمة سابقا مع قوات التحالف من جهة وأمريكا ومع روسيا الضامنين لهذا يعني السلام أو الوضع الراهن. أيضا بلدة زرقان ومحيط سريكانية لا تخلو أيام الأسبوع من قصف مدفعي أو طائرات مسيرة تستهدف هذه البلدات. نتمنى أن تكون بردا وسلاما على جميع أهلنا في كردستان سوريا. هذا كل ما لدي اليوم من أخبار ومعلومات، أكون معكم في نشرات قادمة ومعلومات وأخبار جديدة. إذن أختين أسعد مراسلنا في كردستان سوريا، شكرا لهذه الإحاطة.